دماغنا مبرمج على المحافظة على بقائنا، لذلك فإنه يشعر بالخطر من أي موضوع قد يهدد حياته كالأمراض والأوبئة، وخاصة تلك التي يكثر حولها الغموض. لذلك فالقلق يعتبر ردة فعل طبيعية يجب أن نتعامل معه بحذر ووعي أكبر. يجب عليك أن تعتني بصحتك النفسية في هذه الفترة ومع هذه الظروف الاستثنائية. انشئ روتينا يوميا يناسب الوضع الجديد، واعطي الأولوية العناية بنفسك، فإن للروتين اليوم الصحي تأثيرا إيجابيا على أفكارك ومشاعرك. يمكنك محاولة قراءة الكتب أو تجربة تقنيات الاسترخاء أو تطوير مهارات جديدة. مارس هواياتك، اكتشف قدراتك واعرف نفسك أكثر. حاول أن تأخذ قسطا من الراحة وترى الأمور من زاوية إيجابية، واعلم أن هذه التجربة رغم صعوبتها يمكنك استغلالها الاستغلال الأمثل. وعيك وقاية.